السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله، وسلامي لكم جميعا، وسلامي بالأخص للشباب الثائر في القرى وفي الشوارع دفاعا عن الكرامة ودفاعا عن الوطن. نقول لهم: أنتم صانعو النصر والتحدي، أنتم من سوف يغير وجه البحرين، أنتم من سوف ينقلنا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. وسلامي لحرائر البحرين هنا القابعون والقابعون خلف سجون النظام، ونقول لهم: لقد ركب الخزي والعار سجانيكم ومن امتدت يده عليكم، وقد خالف من سجنكم كل الأعراف العربية والإسلامية، فالخزي والعار قد ركبهم، وتحريركم وخروجكم خارج السجن قد أصبح من مهامنا الكبيرة. وسلامي لشهدائنا الأبرار وعوائلهم، ونقول لهم: ناموا ناموا في قبوركم، ونحن على العهد باقون مرابطون راسخون هنا، لن نتحرك حتى تحقيق الديمقراطية والقصاص من القتلة والمعذبين وكل من امتدت يده لكل شهيد. وسلامي للجرحى والمصابين في منازلهم، والذين أصابهم رصاص الغدر ليكسر عزيمتهم، ولكنها لم تنكسر، وكانت عزيمتهم أقوى من شظايا الرصاص الغادر. وسلامي لرموزنا الوطنية خلف قضبان السجان، ونقول له بأن أحكامك لا تعنينا، وأن أحكامك لن توقف ثورتنا، وأن أحكامك سوف تكون بلاء عليك، وأن سجناءنا أحرار، سجناءنا أحرار، ورموزنا أحرار داخل السجن وخارجه، وأن مطالبنا لم تتغير لا بسجن رموزنا، فمن هو خارج السجن لن يقبل ما يرفضه من هو داخل السجن، وإن مكانهم ساحات التكريم والأوسمة التي يوزعها النظام على من لا يستحق، فأنتم من موجودون داخل السجن لكم الأوسمة، وليس من يأخذ الأوسمة لأنه يحابي النظام. أنا حقيقة أريد أن أعلق على مجموعة من الأمور. نحن هنا ونحن الآن موجودون ونتكلم، والشباب في السنابس الصامدة ينظف المنطقة، ينظف المنطقة كما نظف أهالي البلاد القديم منطقتهم أيضا. أقاموا سلطة بعد أن غابت سلطة الدولة، أقاموا سلطة في السنابس وفي البلاد القديم بعد أن غابت الدولة، سلطة الدولة. نحن نقول لأهالي السنابس والبلاد القديم: ردوا عليهم، ردوا عليهم. إذا كانت الدولة ستغيب عن السنابس والبلاد القديم، فنحن ندعو أهالي السنابس والبلاد القديم إلى أن لا يدفعوا لا فواتير الكهرباء ولا الماء ولا رسوم البلدية ولا المرور، ولا تدفعون شيء. ردوا عليهم يا أهالي السنابس والبلاد القديم، هذا ما يحدث غير مقبول، ويراد منه تركيعكم. وإذا مرت الأمور على السنابس والبلاد القديم ستمر على جميع القرى، ونحن لن نركع إلا لله. وردوا عليهم ولا لتسديد الفواتير. كل ذلك يحدث، والمجتمع الدولي يواجهنا بخطابات استنكار. نحن رحبنا بخطاب أوباما في الأمم المتحدة،
ولكن ماذا بعد؟ إذا كان الرئيس الأمريكي جاد، نحن ندعوه هو والإدارة البريطانية إلى أن يسحبوا سفراءهم من المنامة احتجاجاً على هذا القمع الذي يتعرض له هذا الشعب إن كانوا جادين. ولكنني أعتقد للأسف بأن شعب البحرين هو ضحية ازدواجية المعايير، ونحن ضحية ازدواجية المعايير الدولية والكذب الداخلي. قبل يومين نشرت مانشيتات كبيرة جداً: لا يمكن اختصار شعب البحرين في مكون واحد. من قال إن المعارضة قالت اختصروا شعب البحرين في مكون واحد؟ من قال ذلك؟ نحن سنعيد السؤال الآن مرة أخرى: هل يجوز أن يسيطر مكون واحد على السلطة والثروة في البحرين؟ هل يجوز أن تكون الأقلية السياسية هي من تسيطر على السلطة والثروة في البحرين؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. المعارضة طالبت بالديمقراطية ولم تطالب بسيطرة مكون واحد على الدولة. ما يحدث الآن من تمييز طائفي هو من يجعل مكون واحد يمثل الأقلية السياسية ولنضع الأمور بمعناها الصحيح على السلطة والثروة في البحرين. هذا الكذب الداخلي وازدواجية المعايير الخارجية لم تتوقف. الإدارة الأمريكية إذا كانت هي جادة عليها أن تضغط على النظام السعودي ليسحب قوات الاحتلال من البحرين، يجب أن تنسحب قوات الاحتلال في البحرين. هذا مخالف لاتفاقية التعاون بين دول مجلس التعاون. لا يوجد عدوان خارجي على البحرين، هناك خلاف بين الشعب وسلطة، هناك خلاف بين الشعب وسلطة في البحرين. نحن من المؤسف أن السعودية كانت دائماً وصمة عار في تاريخ الأمة. قبل أيام حلت علينا ذكرى وفاة قائد عظيم هو جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر. عبد الناصر أرسل جيشاً لمساندة الثوار في اليمن، بينما كان النظام السعودي يساند النظام الملكي المقبور في اليمن. التاريخ يعيد نفسه الآن. النظام السعودي هذه مهمته في المنطقة، يساند دائماً القوى التي تحفظ مصالحه والقوى الدكتاتورية. لذلك الإدارة الأمريكية مطالبة بوقف هذه المهزلة. هناك عنوان آخر، يعني هو محاولة للتداكي علينا، إنه والله كل ما تكلمنا عن حوار قالوا يعني هناك ثلاث مكونات لشعب البحرين: هناك حكم وشيعة وسنة. أنا ما أعرف من وضع هاي المعادلة هذه، واللي يريد أن يلزمنا بها أيضاً بعد. يعني الحكم ينتمي إلى من؟ يعني ينتمي إلى أي مكون؟ يعني الحكم هذا كلام فيه تداكي. في البحرين هناك معارضة وسلطة، هناك أكثرية سياسية وأقلية سياسية. الشيء الآخر والمعيب ما تقوم به السلطة ورموز السلطة هذه الأيام هو التهديدات، التهديدات التي بدأت تطلق أن استعدوا لمرحلة ما بعد بسيوني، وكأن هناك حملة قمع جديدة. نحن نقول لهم نحن واجهنا القمع خلال مرحلة السلامة الوطنية، وهي أكبر من أكبر مراحل الإرهاب والقتل في البحرين، فسنواجه مرحلة ما بعد بسيوني بصمود ما بعد بسيوني ولن نركع، ولن نركع. ومن هو حريص على العيش المشترك في هذا الوطن لا يطلق هذه التهديدات.
العيش المشترك في البحرين ليس على حساب كرامتنا. العيش المشترك في البحرين لا يعني القبول بحكم الأقلية السياسية. العيش المشترك في البحرين يكون بالديمقراطية، هذا هنا يكون العيش المشترك في البحرين. حكومة تقتل في السجون، قتل خارج السجون، تعذيب، كل هذه، ثم نتحدث عن شرعية الحكومة، ثم نتحدث عن شرعية الحكومة. يبدو أن هذه الحكومة تحتاج أن تستمع منكم الآن. فلتسقط الحكومة، فلتسقط الحكومة. كما سمعوها عند السكرتارية اسمعوهم لها الآن، فلتسقط الحكومة. حكومة تقتل شعبها، فلتسقط الحكومة، فلتسقط الحكومة، فلتسقط الحكومة، فإن لها ظلومة، فلتسقط الحكومة. أقول بأن شعب البحرين يستحق حكومة أفضل من هذه الحكومة، وأن العيش المشترك في البحرين لا يمكن أن يكون معناه القبول برئيس وزراء لمدة 40 عاماً. لا، لن نقبل هذا الموضوع. العيش المشترك ليس على حساب كرامتنا، ليعلمها العالم وليعلمها في الداخل والخارج. العيش المشترك ليس على حساب كرامتنا، والحكومة هي من تدمر العيش المشترك. هناك في الفترة الأخيرة يا أخوان استفزاز كبير، استفزاز غير منقطع النظير. قوات أمن تطلق مباشر على المتظاهرين، وقوات أمن تكسر سيارات المواطنين. يعني بتنا لا نعلم حقيقة، يعني تكسير سيارات المواطنين وضرب المواطنين في الشوارع واقتحام البيوت، هل تقوم به قوات أمن أو ميليشيات؟ أنا أسأل يعني الآن، هل من يقوم بهذه التصرفات يا معالي وزير الداخلية، هل من يكسر سيارات المواطنين قوات أمن أو ميليشيات؟ لذلك هذا الاستفزاز لن ينطلي على شعبنا، هذا الاستفزاز لن ينطلي على شعبنا، وسنبقى سلمية، وسيبقى شعبنا محافظ على السلمية. وشكراً.